اهلا وسهلا بيكم في مطبخ زوزو هانم لوصفات الكيتو واللو كارب النهارده عندنا وصفه شوربه السي فود هي هنعملها بطريقه الكيتو دايت هي شوربه غنيه جدا بالاوميجا 3 وبالمعادن وبالفيتامينات وعلى فكره مشبعه جدا 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 مع السلطه بالنسبه للناس اللي عايزه تخس في الصيام والكلام ده دي وصفة جميلة جدا لو اول مرة معنا في القناة ما تنسوش تضغطوا زر الاشتراك وتفعلوا جرس التنبيه تضغطوا على اول علشان خاطر توصلكوا الوصفات دايما اول باول هنبتدي هنا اول حاجة ده بصل كرات وعود كرفس وعندي اتنين فص ثوم. وهستخدم هنا جمبري وجندوفلي وكالاماري. بالنسبة لبصل الكرات هو السعرات الحرارية بتاعته أقل من البصل العادي سوري الكارب بتاعته السعرات الحرارية برضو أقل من البصل العادي هنا دي حوالي قطعة حوالي من 35 ل 40 جرام هقطعها بالمنظر اللي احنا شايفينه وبعدين همسك عود الكرفس برضو هقطعه قطع صغيرة كده زي ما احنا شايفين قدامنا لما هقطعهم هبتدي أشيلهم وبعدين هجيب فصين التوم وبرده هقشرهم وابتدي اقطعهم حتت تكون كبيره شويه انا عايزاها في السلطه في الشوربه ما تبقاش مهروسه خالص وعندي هنا قطعه جنزبيل اخضر طازه هقشرها هي بحجم الصباع تقريبا يعني تعملي تقريبا معلقه كبيره هنا عندي في الحله هحط اتنين معلقه كبيره زيت زيتون هحط فيها البصل والتوم اللي احنا قطعناهم مع بعض وهشوحهم تقريبا دقيقه او دقيقتين على النار على نار متوسطه هيبتدوا يتشوحوا بسرعة وبعدين هجيب قطعة الجنزبيل وحبشرها زي ما احنا شايفين كده مع البصل والثوم طبعا الجنزبيل مع شوربة السيفود بيدي طعم جميل جدا وريحة ممتازة هنا بعد كده هبتدي احط التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه تقريبا معلقه صغيره من كل حاجه وبعدين بعد ما احط التوابل هقلب البصل والتوم بتاعي مع التوابل كويس جدا هتطلع ريحتها اول حاجه هحطها عندي الجندفلي ده حوالي يعني تقريبا ربع كيلو او 300 جرام يمكن اقل كمان هبتدي أه اقلبهم مع البصل والتوم والجنزبيل اللي احنا حطيناهم ده مجمد فطبعا بيبقى فيه نسبه ميه كبيره هبتدي انزل ميته وبعدين هحط معاه كوبايه شوربه لو مفيش شوربه تقدري تحطي ميه وبرده الشوربه هيطلع طعمها جميل جدا على فكره سواء بالشوربه او بالميه اول لما تبتدي تغلي هحط عليها الكرفس اللي احنا قطعناه وبعدين هغطي الحله واسيبها تغلي على النار لمده 15 دقيقه لغايه لما الجندفل يستوي لما الجندوفلي يستوي هكون جايبه هنا الجمبري بردو ده جمبري مجمد بنحطه طبعا هينزل المية اللي فيه بيبقى كمية قليلة جدا مش كتير اه وهكون مقطعة الكلاماري وهحطه الكلاماري هقطعه حتت وهحطه برضو معلش كانت الكاميرا فصلت فحطيت الكلاماري هيبتدوا يغلوا بعد حوالي خمس دقايق هبتدي احط ثلاث معالق كبيرة كريمة لان الجمبري والكلاماري ما بياخدوش وقت في السوا زي الجندفلي هسيبهم يغلوا كمان خمس دقايق مع الكريمة زي ما احنا شايفين على النار وبكده الشوربة بتاعتنا تكون جاهزة وما خدتش وقت وطعمها خطير جدا وزي ما قولنا مليانة اوميجا سري وفيتامينات ومعادن كتير جدا وعلى فكرة طبق الشوربة ده مشبع جدا بطريقة فظيعة يعني مع, مع طبق سلطة يعني وجبة ممتازة هناك طبق الشوربه فيه 278 كالوري فيه حوالي 7.5 جرام كارب 17.5 جرام دهون و23 جرام بروتين طبعا زي ما احنا شايفين فيها كل العناصر الغذائيه والكالوريز بتاعتها قليله وزي ما قلنا مع طبق السلطه هتبقى مشبعه جدا لو عجبتكم الوصفه ما تنسوناش في اللايك والشير وشكرا ليكم لتواجدكم معانا في القناه